المشاهدين ومشاهدات الأكرام حنا التليجات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في إطار برنامجنا، برنامج اليومي القديم بتلقوه كل ما يوم الاثنين يوم الثلاث يوم السبت ويوم الأحد، برنامج ينفاني ينفاكا، فده برنامج سخافي وبعالي كمان مختلف الخدايا الاجتماعية. فالمشاهدين ده كمان الحلقة رقم 2 عفوا، دي الحلقة رقم 11. فنتمنى كمان من كل المشاهدين والمشاهدات بكونوا كتار، كونوا كتار قدام تلفزيون هناك وتتابعوا معنا. ويا يا سلام، وي انا من الالكتريزيا، يا سلام يا سلام، اهلا وسهلا بك. الحمد لله يا اخي، كيفك؟ ولا وصل خلاص؟ اي وصل، ايوه هذا ربط امبول مستر لهم في هذه الشاده، يا سلام والله ربط لهم. بس شفت الامبول الاورجينال ده؟ ناس ما يعرفوا واسا ما درب اللي الناس اللي ربطوها الدردم بس. نعم اي تولى بس. تمام، وشاكه برنامج يا فني ينفات بشر تشليكي، لكن ما عندك شيء تعدي لنا في الفروت؟ فروت، لان فروت في اونا الاخيره بعد من الفرودير كان شافوا نادم بشر اللي شغل وايد سكر كويس، هذا كله ما بخلوه. هذا كله؟ ها كان نعال وايد كله ما بخلوه. ما يخلي. فردو أيوة. ما عندك فوق الشغل كده؟ فرد ده؟ نعم. أنا شفت فرد ترين بإني ده. أيوة. ده كتلاني شيء بدي. نعم. وايد شالو فرد أنا أي مادة ما فرد أنا سكر ما أساس بس. أيوة الله يخليك. فرد آخر ما سكر. نعم. ما أساس. وترد مالا أساس يم من فوق. أيوة. كورونا ترى. نعم. أساس جنغولي 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 يم من فوق. كنا نديت قيم النار نار نفر نفر فيلم ده حيين كبس زي كيف بزو خلاص جابوا السيجار خاتم له بس. نعم يقوم يقوم أيوة والدوان لما في قربه أنا شقوار أيوة عشان شر شقوار لما رب أم بس أنا أمريك مرق بقى جاي تاوق بينا أيوة أم بس أنا أمريك. نعم جاي تاوق بدرد هو ما ناس كوا جاي تاوق. نعم ونا عند سبوق كيف بس دك جوز مرق بينا لو لور رام بوي فات بدأ باتم وادي مرق لو بقدام هناك. نعم أيا يا سلام من تنب جاي من تنب خاتم له ايوه ومارك بيني واللمبو في ترب لا يمسك البتان دخل في الامريكي. يا سلام دخل الامريكي العسكر القاعدين فيه صرت ما هول عاملين اوت. نعم اوت لينش مان فروتين وقال ما نو اوت. نعم دوان للدارية. نعم والرسمال انا انا حج دول. نعم نو اوت نو اوت عشان ما وخلاص خاطوك اذكر دول يا اخي شغل بامريك دول خلينا في الدرك خلينا في الدرك. نعم شيء مره كان نرجو بس ايوه الدرب دم من نرجو يجي يرجو يجي بس جاي يرجو ده فرد البريمير ده فرد البريمير فرد الديزم دي. نعم انا النار عين انا كل ما من ناس انا انا فرد ده ما اخر ما يسوي تبي دوريت ايوه الله يخليك ام بينا انا ننكتو نقرب ندسو انت فنك كم سؤال ما انا خرف كيف ما يعرف ايوه مش شيء بي ما بقى يوم واحد وتر كتر فلاد حرسوم قال دي قادر جار ده ده سبيل ده كيد يا من قران. نعم ما نار ده اللي جرى زي اه يلا ما نور. يا سلام ده فرط يا اسد جدا ده كان خادم ده اوفيس ده الدرك ده ما فرط ده ربط له مدينه الدرك. المشاهدين ومشاهدات الاكرام على التليجات فبذات للفرودير وي. اذا كان بس زول شال لي شيء الشيء ما بيشابي بس انا تريدين ده وي. ممكن خليه ما بتو الله يخليك في اسباب نادم وايد تتوج لك كم ناس قريب كم الله يخليك شاري كم يموتوا فلا وبذات الناس اللي بيسوا فروت انا اي فروت انا نار انا النار ذاته كلها يعني ما عدل يعني ما عدل فلا فنتمنى كمان ان شاء الله ان تاخذوها بعين الاعتبار الموضوع اللي كان حجينا فوقه. الموضوع الثاني كمان النار كله خليه يجيبوا الله يخليك النار ذاته كلها خليه يجيبوا لان ايام ده كثير من الناس قاعدين يواجهوا دهام قبل النار يقتلك فليل الله يخليك تم تنو فرس دنغي ولا فرس طول والمشكله ده حتى كان في اللبتان أيه. في اللبتان وكان جاتو ده لبتان وايد ايوه سياده الهود ما لهم وايد ايوه ايوم دي يبكوا بس الله واي فليل ختم الموضوع الثاني على التوا نهجوا كمان مشكله الخيانه هاي ترى تلقى ناس قاعدين مزوجين اها سواء تلقى المراه خينه او كمان تلقى الراجل لا خاين هل ما عندك لنا اند جايد يا حبيبي فلا قصده موضوع ان شاء الله ايوه قصده نادم ده كوافر. نعم وزوج جايت في جاي كوافيو وجبت في جاي كوافيو كيف شافله لمر وير جا جاي دي. نعم جا جاي دي جنب بس سبستر شغل شباب بنسكي هو جاي في باجي انا ده ايوه قال هو سبا قام قالت له قال سبا جاي دي قال جاي دي خبرك شنو ما نلقى نمر هناك. نعم قال نمر هناك ما ادري انت قال
نو نمرو ساكت مسترا ما تقول لا انا كل غرفك نمرو بس انت مره حلوه هسه قايد ما رقم بس دور بنغا ما تقول غرفك قام قال والله رقم ده راجلي ما يخص قال ما اورلو انت ما انت نادم بس ولا يعرف الراجل كان ام بين انا ود ما نخص ان انت نمرو ني للناس اخر عشان نادم اخر يقول استبلاني نعم قال الراجل كم شنو يا اخي خلي منك انا والله نزلك شغل زياده منك ايوه يا اخي كثر انت كوافي كمل لنا الراجل دبي نو قبل قلنا له ملقي ادي لك سوفك بس ايوه دان 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 نفهم الفيلم الله يخليك راجل هذا ويكيف استاتيته وخلاص هو بس تاري راجل بس كوافير كذاتي يا سلام شغلي زي ما يعرف ده راجل ورا خلوا له سوف دكه لو رونك او قول له فراس كان هاجي شيف ما بيك تو يا تو انا تقول له تقول له سوف ندر نعم لو له رونك بس دار فراس كل زينب سلا ايوه ودل اوكي وجا قابل له هو قال له بيدقني بس قال شافك يعرف قدر انت خاين الله يخليك قوم امرك من عتني ما ندور قلت ايوه ميرسي مدام نعم ساس ينفهم هذا ما عنده هو نعم وقال راسه زين مره قال والله دقوق بس فروك ايوه انا نسكوافير دول نسكوافير دول فده تكون نتمنى ان شاء الله من لان اذا كان الحياه هي يعني شراكه الراجل ممكن ما بقدر بخون المراه والمراه كذلك ما تقدر تخون الراجل كومبلمنتاريتي في اطار برنامجنا ينفك الموضوع رقم ثالث كمان في وقت الايد في مختلف المناسبات وبالذات يوم العيد يعني بتلقى الناس بمشوا زياره يمشوا بيسلموا اوكي بتلبس لك خلق جديد تلقى لك كمان بقرنبوب اوكي خلاص توصل ايوه نعم قلت قرنبوب بس فكرتيني يا اخي يا سلام قرنبوب لا خول الا قرنبوب اللبس ونستر هاي كان لقي تاجي هاي ترى كان سبيت له تاجي في راس زبده ايوه هترى الماء خاب منه كله كلام جاي جاي تابيك دين كله اول كلمه يسالك يا سلام ابي يورنال نبي كبير ايوه اقول له بزين ثاني نعم اسمع كلام يا سلام ايوه متابع قرنبوب ايوه قرنبوب ابيض قرم جا فوق تاجي كله بونداسي قرنبوب جا جاي فوق وجههم ترن ماشي سل اي اس ايدو ماشي سلو نعم وقبل دقا يدخل بين البيت ايوه ومرضى راجل اقول ماشي جاي يسلم نعم جود السلام عليكم فضلوا هيا زرقت بريش كوشي أيوة. زرقت له تابي في راس فضلوا ولا هاي هو كم ماشي جاي يسلم بس يقبل سي خلاص يقول مين كرسا قدك ما رفيق قال يا خلاص نرجو شيء كقدر ويجي ده اقول انتم الم نشرب كل ايوه يوم الذهاب بس سم الله اي لا دريقو تيت بس شيف لك ريمرك خفله ايوه رد فسا يا سلام الله اكبر ايوه ما ده اكل انا المناسبه ده ايد دول لا يما فين فلين اجينا زرقه دول ده بس لا يما لا يما دول بوت دول شيء كبير أيوة. نعم جاي يقعد بمكت انا قدرت رد خفله نعم. مرق انا رجاليك ايوه بس وقام قال انا قاعد اشوف راس فس ولا شنو أيوة. زوخر جاي بنسكه نعم بالرفيق يقول زوخر جاي هناك نعم بس مرت قاعد تخسر تاستر قال ها سي كلامك قبل عيال دقاق بس جاي يلعبوا قبل ما نفرش بريش ده أيوة. يلعبوا ام تاسات بكيورم دول شنو اكون دفنوا فس ده أيوة. في بكات بس نعم اه سي والله ايوه قاعد في راس بس نعم لا مسافر عارفه هو يا خلا ما درت اي بلد اما تقول وكل ما يود في فصله ايوه ادلت ما يقول ادلت له بس نعم قال يا دقاق بس اكون دفنه فلا اه فده كذلك يعني نطلبوا من المشاهدين اللي حاليا قاعدين بيتابعوا معنا في المناسبات هنا عيد الاعياد ده ممكن المعقولات ده ما اي شيء جابوا لك بس تقول تاكلها وبالذات الناس الكبار ناس وين جاي مراجيب الله يخلي الناس الكبار تال. الناس الكبار ما هم ما يال دواد ده سوا ايه الله يخليك فنتمنى كمان ان شاء الله شيء ده يخير بعين الاعتبار وشيء ده كمان بقدر بخير يا سلام الاخر كمان نهجوا في الحياه الاجتماعيه في الباديه برا يعني تلقى برا في كدادة تلقى بقى من الناس ده يعني حياه نام ده حياه شيك وكان جو هنا فين جمينا كله هيشك هيشك اسم كلام خلاص هو كمان بكون النادم انا برا بس كان علم شيء انا جمينا يفوت النادم اللي كان يلدو لي يمن ترى يشيل يمن يسيء وكاري وكيب ايوه شفت النادم نعم يسيء فندس يسيء وشناش الكيك كيك فنداسي نعم اسم الناس ده وده في دربار شيء يخليك ما ناس وين ما كان تاكل حتو اكل ده ايوه في دربار نعم ولا انا ده اكلنا المعروف ده اي ما مر تجيب ايش تخط تخط ناكل في الدبلاي ما نحرك رجال قاعدين بس ممكن جابوا خلد نعم فضل اوين يفتشوا ملا يفتشوا الريس اي يفتشوا شنو كل المهم ده يشوفوا اوينا اني ناكل اكل اللي جيده بس نعم مرق لنا بس ايوه مين قاعد في دربار راك تقاي سي ينغا قد كي ما جفلوا بليل ده قاعد كونتيني في اللي قابس ايوه جرى الا ما قاعد ما يلا ده هو مل شنو ملام بلوخي دول ما ياكلوا نعم ودي شنو الريس بملامر دول ما ياكلوا ها دول مكروني اني ما تندورو دول اني اسباكيتي ما ناكلو وقال انتو كي نعم
مالك تأزل أيوة أنا من دربر ما يدين أزل اللي جنر رب 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 ناكل البرد هب 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 أيوة وترى أنت يا ماي وأنت كي ويا وين نمسا على قال غرام أنت في دربر شنو كل قاعد تأكله أسخ ما ملا يأكله يتفكر كل تأكله زردو قال وينو قال دوم دول أيوة قال دوم أسمان هوريك دوم وايد نعم ناس يأكله يتفكر بس قصدي أنا أكله زرد نعم إيه لأنه توالي بزوم من أكله ده دبر أصل أصل ده كمل ده مزوج توالي أيوة قال يوريم شغل لقى يأكل نعم أسمع غورو نعم ناس كانوا كل ما واي دفعوا بس قال أسمع غورو ده أنا نزرت كومبلي أيوة سجت ناس وين أقول سجت كل ما يعرفوا قاعدين في برمجة الله خليك سجت دقيا مر من تراب دقيا قوة أيوة سجت ناس يأكلوا لي دفعوا ده أنا نزرت نعم شغل أنا نخليك ما أيوة ريكة كان أنا بس أكلت لك بس خاتيت لك تيد ريكة وسخ ريكة ده خاتيت مركت من قزمي ده أيوة كان تقدر المدي يقوم نار بس يا سلام نيا بس أصلا قد يك واكل ما اسمه شنو دوت اسمه نادلي انغراس الواي انا سكر ايوه درده ابو عاشي ابو عاشي ابو عاشي هاو كيس سكر شي كل ما يغى يفوت درك يفوت خلي يوري بلافون بس ايوه ده انا القايد انا ما انا رمى اكل ايوه اقل ما انا انتشاش قلت يا تنتشاش ما نعرفه نعم الود دي انا دم دربر انا دم دربر فلا يا سلام المشاهدين ومشاهدات الاكرام هنا التليكات فنتمنى كمان ان شاء الله حتى الناس القاعدين برا اذا كان جيت هنا فين جمينا تشيل الاسلوب هنا الناس الماشين فوق بس يكون افضل وشغل وايد ناس دربر ما قاعد يشوف تيلي قاعد يشوف منار ايوه ممكن خليه يشوفوا عدل نعم اعتو كان جاي من دربر ولا يجوا يدونهم يا ابو زلسم ايوه كم جدد تنين كل تال فوق ايوه تجوا بلا جدد بلا كورونا ريز بلا شغل شيء تجوا ساقط صابون الناس تبرد فوق ايوه المان الناس تبرد فوق وكم عايزين ينتوكوا سكاكه ايوه اه هي. وكم ما انتيتهم ده آه. مشكله يعني ام باكر تخنوا فوق في دربر في دربر أيوة. لو أيوة. ما خان لينا أيوة. ما انتان ما سوير ايدين قوي خلوا خلينا لينا نتمنى كمان ان شاء الله انا على الموضوع ده يا سلام الموضوع ده كمان ان شاء الله بشل. شنو اخر موضوع كان ممكن تقرص علينا عشان نقول فوق باي باي للمشاهدين بمناسبه الابيزود رقم 11 11 نعم 11 11 نمرو أيوة. انا جوير أيوة. يوم يدخل 11 الله يخليك ولا 11 دي ايوه في فكران ديريك بس بال نعم في تلفزيون بال دقا يلعب وي اين برشلون اين ريال مدريد والله انا اصلا نادم واي يقا انا دارهم كما يجوت الا اين دا برشلون انت ريال مدريد كذبناكم وي وو يوم الخلاص نوز غارين غاي داو مرغ ميتان جوير دزات مرغين بس ميسي بس راجي بكلام عرب قال اني شغل لي باس ام تريد روت ليبو وفات وانجم حي انجم ما تخالط تانو نفسك بسكن ساكن نعم هو بس بنفسه ورا اني شغل ليبو ايوه وانينا هنا كمان اني كم ليب اني شغل دواسو الله يخليك والريال كل ما كان نقف تركان كثير شغل ما يفوت 50 ولا 40 ريال ندخل فوق ده. فنتمنى كمان ان شاء الله من المشاهدين القاعدين بيتابعوا التليكات وبالذات الشباب ها وي بالذات الشباب اذا كان بس يعني فيها منافسات بين الفرق الرياديه وي. ما بس نداوسوا عن بيناتنا لانه هم قاعدين بلعبوا هناك وانين هنا كمان حتى يعني بكون فوق موت كذلك بس تلقى واحد بيجي بطء النادم او وي. كمان بيجي بضربه او بفجه وي. المشاهدين ومشاهدات الاكرام انا تلكات وشاك برنامج ينفني ينفاك بدأ خلاص يقتل برنامجنا 10 واحد من اداره وتقديم ينفني ينفاك مع زميل بشر تشليك بس فنشكر كمان كل المشاهدين اللي كانوا تابعوا معنا من بيبكم لحد عوزو وي. لحد امشي هناك في امجرس وي. او كمان في فدا وكل المشاهدين ولا مشاهدات اللي كانوا تابعوا معنا في كل الدول كل التشاديين نتمنى كمان ان شاء الله ان تقضوا احلى فتره واي. ما باقي برامج على تيليكات انينا كمان نوعدهم في الابيزود اللي جاي رقم 10 دوزيام ابيزود يبقى دوزهم مره واي. متابعه سعيده يا سلام اين ماكم ايوه مش الاله دوم في الميته الله خلي ياجر نعم تريبي هاي نمشي نخدم ترى نسيت انت تم تخدم ها خلاص لم ربط عن بول دول يا سلام غير جوني هناك نعم برنامج بس جابني آه خلاص سامي يلا الله يحفظك يلا يا اخي سلمتكم اها ميرسي الحمد لله يا فكا يا فني يا فكا يا فني يا فكا إيه